عارف باللي في اخر لحظه سروالي غادي تبلل ولو وقفه الوقفه ضغي مولي الحيط كلهم جاو مبغاوش يفلتو هاد الفرصه. الكراهيه خلاتهم يجيو يتفرجوا على الموت ويتاكدوا باللي الراجل اللي كان زارع في قلبهم الرعب مات وانتهى. اش مسنين بالخلعه ديالهم وريقهم اللي ناشف يسمعوا صوت الرصاص؟ عارف باللي ولو نموت الخوف اللي زرعت فيكم ما يخليكم تعرفوا لا نعاس ولا عيشه هانيه، ولو تشوفوا ذاتي مرميه على الارض، ولو تدوزوا واحد بواحد وتفلوا عليها، ولو تقطعوني طراف طراف، ولو تدفنوني في عمق الارض وتكبوا عليا الاطنان من السيمه، ولو تحرقوني بدردرو ماضي في تلت الخالي من الدنيا، غنبقى نوقف عليكم في المنام وتحلموا بيا جاي وكنضحك مكنموتش. اصلي العائله غجاليه بحال متكونه من مجموعه ديال العائلات كتجمعهم العشره والدم والسمعه الخايبه، اخبارهم شائعين للبعيد والقريب، محقورين مكروهين، لا دار لا استقرار، في المغرب لا تشمش يحطوا رحيلهم. معلوم تصرفات حيوانيه بحال تصرفاتهم ما يمكنش تعجب الفلاح المحافظين اللي مولفين الاستقرار والهناء. قال سمو جرين يا ويل الناس منهم اللي شموا فيهم ريحه الضعف، يقتلوا ينهبوا يغتصبوا ويسرقوا وفي الاخر يجلسوا ياكلوا ويشربوا بحال الا حتى شي موقع. كيف يطلع الفجر يشدوا الطريق ما يعيارهم ما يملوا متعطشين الارض جديده. الطفله ديالي ما عنديش عليها شي فكره. الله يرحمك الوالد، الله يرحمك الوالده، كان عندكم الحق ما تعلموني لا كلمه ولا حركه ديال الحنان. محبه ضعف، محبه ضعف، كان عندكم الحق ما تعلمونيش. الله يجازيكم على قصوتكم معايا لأن خلاتني نفهم خصوحية الدنيا. واحد النهار غادي عليا ما هي شي زنقة من الزناق، حتى بانت لي واحد الزربية منشورة فوق واحد الحيط، وزربية واش من زربية؟ درتها ها ما بان لي حتى شي واحد قلتها انت هي الوجيبة. زيد 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 مابقاش مابقاش كلها العزيز ما بقاش بغيت تقدف هاد التحفه الفنيه. زيد اش هاد الشيء؟ زيد 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 ما يمكنش. زيد 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 ما بقاش. ايه وعلاش؟ على تا شنو هذا شنو؟ زيد وزيد زيد باغي تزيد عطاو كثر الله يسهل. زيد طوماش ما بقاش ونقدر نعرف منين جاتك هاد الغزال هاد الزرابي؟ جاتني منين جاتني زربيتي هادي اللي عارف ما بغيت. زيد 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 ما بقاش ما قلت عيب ما بقاش. قبل ما نقول خويا بسلامة نخبرك بأن الكارديا السيفيل صحاب الحال من هنا ربع ساعة غادي يشرفوا السوق. يلا ونتمنى أنني أقتنع بالشعر ديالك كما اقتنعوا به. مالك اش خونتي؟ زربية زربية واش انت حماق ولا طيح على راسك اصاحبي؟ تخون زربية؟ الزربية مورقة وبين اللعمة مازال ما في يدكش عمي مازال خصك تتعلم. وانت شنو خونتي؟ انا متخصص في الذهب الكارات السناسل والمضام والخواتم ثمنهم غالي ويتغبقوا في ساعة لا عين شافت ولا قلب وجع. متفق معاك في هادشي ولكن كيفاش كدير؟ سهلة غادي في الزنقة كتضحك بحالك بحال شي مالك غير تبان لك شي سنسله في عنق شي سينيوره اطير عليها وتقول من هنا دازو ولكن عمل حسابك عرفي متى وفين وعول على الكابيك. ايه ولكن حنا عندنا العيالات في العروبيه كيديروا الذهب غير نهار العرس كيفاش غنديروا معاهم؟ سي بيان دوماج اصاحبي عرفتي الذهب ولو تبيعوه بنص الثمن عندك فيه الربح. قول لي كتظن غادي يخليونا هنا بزاف؟ ما كنظنش ومصايب كثار هاد الايامات والشدان على الجه. اها والسيلونات شويه وغيبانوا لك الدكسو.
هي غادي تلقونا وصافي. من دابا سيمانه ولا جوج كاع عرفتي البوس ديال الغارديا سيفيل مالو خصو يتسيق غير غيدبروا على شي جوج باش يرومبلاسيونا ويحلوا لنا البيبان ويطلقونا. داك صاحبي اللي تلاقيت معاه شي شكل المهم 17 يوم وحنا كنسيقوا في داك البوست ديال غارديا سيفيل وكنفلحوا ديك البحيره ديالي. هذاك صاحبي قنعني باش ملي نخرجوا نمشيو نقلبوا على شي خدمه. فين لقيناها؟ عند واحد الفلاح متخصص في طابا. ايه بقينا لك واحد الشهرين شهرين وحنا الكحبه والغبار وين الكحل واحد يكحب الريه ديالو ولا ديك الكحبه تبغي تحبس. داكشي علاش دابا ما كنحملش ريحه السيجار. شحال في عمرك؟ 18 عام ونص. صافي خلص زياد ما نضبطش الحاله المدنيه ديالك. والديا كانوا رحاله وما ما عندهمش حتى شي دار ما قيدونيش في الحاله المدنيه. هاد العقد مصور. منين جا؟ والله شحال دفعتي باش حصلتي عليه؟ كاع هذاك الشيء اللي جمعت في طابه. طابه؟ انا جاي ندخل العسكر باش ندافع على وطني ونحميه لا قدر الحال ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. العدو غير غادي يشوفك ويهرب. في الحقيقة بغيت ناكل ثلاثة المرات في النهار. هذا كلام معقول. انما ننصحك طربت الخبز هنا ما تاكلو حتى تدفع ثمنه بالمتني ونفلت. ظاهر قرايه بينك وبين اخر الاحسن. ما عمرني قصت شي طويله. حال بحال الاخرين كتجيو هربانين من الجوع. كاع المخصوصين ديال هاد البلاد كيبان ليهم الجنه بالجنين. المهم ما نخلعك من ردك. هاك شوف هاد السلوى الواسع يستر فيها البس كوموندو ما باغي يصدع. ظاهر لي ظريف غادي نحاول ندربك. كتعرف بلي في هاد الدورطوار كاين 50 دلخه وغير كيطيح الظلام كيخدم قانون الغابه. دير معاك وحاول تدافع على راسك. ما خافيش عليك العيالات هنا ما كاينينش والشباب ديالك ممكن يجيب لها الصداع. كانت هذيك اول مره كنعس فيها سرير ديال بصح. الخطا واخا كان حرش مهم انا كان كيجيني بحال الحرير بحال داكشي اللي موالف كنتخطى به. مساء الخير. مساء الخير. اول مره فرق مع ماماك وباباك. ظهر ليا ظهر لي وحش بزاف ياك شويه. على كل حال انت هنا ما غادي خصك حتى هاي السؤال. حسبني بحال ماماك. ها السؤال
المهم علقوا لي اجيدون شاف. ملي علقوا لي اجيدون شاف خدمت في الماس مطعم ديال الضباط. ديك الساعه ديس كنقلب على كيفاش نتصل بالكوموندون ديال القشله. واحد المفلس واحد الزواني ما قال لي ربي منين جيتي مسلط على كاع العيالات من ديك المنطقه. ما كايناش اللي كتفلت ليه بالخاطر ولا بالزز من دوك اللي كيشد. ولكن واحد النهار تجمعوا لي رجليه ما عليه ما فيه غادي في الطوموبيل تبان لي واحد الفاتنه كتقتل بالزين. شكون هذه؟ مرات المحامي مون كوموندون. حلف هو اللي بغى يبقى يشرب شي قطره ويسكي ولا يقرب شي مرا من غيرها ولا يقرب حتى مراته كاع غير ما وصلش لديك الفاتنه اللي ما خلاتش ليه العقل. هي اتصل حاول ينظم شي لقاء عرض عليها في التليفون حاول يضارق راجلها ما خلى ما دار والو. هما زاد الفشل على ما به. اش باغي؟ بغيت ندوي معاك مون كوموندون. لا عندي شي حاجه مهمه بغيت نقولها لك. الا ما انتش حمق ممكن تعرف بسهوله باللي 100 واحد في النهار كيجيو بحالك باش يتكلموا معاك وكلهم عارفين باللي الكلام اللي باغيين يقولوه ليا مهم. الا بقيت نستقبلهم كاملين محالش باقي قادر نحزق بلا ما يسمعني شي واحد. زيدون كان كره نتكلم مع امثالك القشله. عندك شي تبرير؟ مرات المحامي مو كوموندون. شكون انت؟ اجي دور شاف دابيس مو كوموندون. شحال هادي انت؟ 5 سنين مو كوموندون. وجاي تكلم معايا على مرات المحامي وفي الدار اشنو كاع اللي غادي يخليني انا نهتم بالله؟ ايوا كنا رجال وعندنا واحد عاد الخوف ديالك راك غادي تندم عليه. عارف مو كوموندون عارف. شنو الخبر جي؟ بغيت نتفاهم معاك على شي حاجه اللي تقدر تفهم معايا. انت جاي تفهم معايا. عايش نهار تسمع اخبار الناس كيجيو مصدقين رجل وموخرين رجل باش تقضي لهم حاجتهم وانتايا جاي باغي تفهم معايا. وقت حشرة ما عندها قيمة جاية باغي تفهم. ومن تلقى راسك في الحبس غتعرف اشنا هو التفاهم معاها. ومن بعد نرميك للشارع بلا رتبة بلا أقدامية وبشي ملف مسخ غادي يخليك تندم على حياتك وعمرك ما باقي تلقى به الخدمة ولا في جهنمك. أنا قادر نتحمل مسؤوليتي مو كوموندون. المسؤولية ديالي أنا قادر نتحملها. والمقابل؟ بغيت ندخل الأكاديمية العسكرية. واش أنت حمق ولا بعقلك؟ راه باش تدخل لمدرسة من هذا النوع لازم تكون محصل على عادات ديال الدبلومات ويكون باك وجدك وجد جدك مخرجين من نفس المؤسسة. انت واللي كيشبهوك مستواكم معروف والحروف اللي تعلمتي في المحاربة الأمية هنا ما عندهم باش ينفعوك بلا ما يكذب عليك مخك. هذاك الشيء علاش جيت عندك مو كوموندون؟ جيتي عندي ولكن القانون راه قانون ما يحسبليش انا راني قادر نحقق المعجزات. راني عارف قريتي في هذيك المؤسسة مو كوموندون. يظهر لي جايب الخبر صحيحة. وبلي المدير الحالي ديالها صاحبك وقرا معاك. شكون انت؟ بغيت ندخل الأكاديمية العسكرية. منين جيتي منين؟ منين تحلت وجهي الباب ديال الأكاديمية اللي تخرج منها الكوموندو تحل وجهي جميع البيبان السيارات من نوع رفيع. الرد على ولدي غادي يفرحني ويدخل لي المدرسة العسكرية. العيالة والرجال جايين مرافقين ولادهم وهازين راسهم للسما بحال إلا هما اللي مالكين الأرض. كل واحد فيهم كيقول مع راسو ولدي يستحق يتمتع بجميع الامتيازات ويكون مفضل على الاخرين. هذه العيالات مزوقات مفركسات معطرات حاسات براسهم
كل وحده فيهم لسانها خدام وعينها على ولدها اللي ما كتشوفش فيه قلب من جنرال المستقبل. الاولاد بطبيعه الحال ضايقين بهذا التصرف، قطع عليهم تمشي والديهم باش يبقاو وحدهم. يلا ولدي تهلا لي براسك وعندك يضربك البرد. يلا هذه هي العينه ديال الطلبه اللي بقيت راسي وسط منهم. اش من عائله انت؟ انا من يمكن لك تختار السرير اللي بغيتي. ظاهر لي انت انسان لطيف. غادي نختار هذا اللي تحت حنت اللي الفوق. دائما معرض للخطر، ما نحبش نعس الفوق. حنت فوق خطر. قول لي شنو هو التخصص ديالك؟ انا كندير انايا عندي ديبلوم في الدراسات القانونيه. كنكره التجنيد باسيفيست، ولكن الوالد ديالي كيشوف لي الميدان العسكري هو الوحيد اللي يمكن يحقق لي مستقبلي. الوالده عندها شوف اخرى، كتشوف لي كاع الناس المقربين، السيد الماريشاليسيم رئيس الجمهوريه، كلهم طوال وعراض بحالهم. ومعاونه تبقى تجي تزورني كل اسبوع وتجيب لي معاها كثره الحلاوي وكثره الماكله، وغتجيب لي معاها حتى الميزان باش ما تعبرنيش على التاد فيا. قول لي تقدر تعاونني؟ فاش؟ تولي تاكل معايا داكشي اللي غتجيب لي مامي. الله يا ود الله يا ود، الواحد هو اللي يكون صاحب صاحبه في السراء والضراء. غتهنى حاجة أخرى، كان بغي بنت عمي وإذا ما شفتهاش على الأقل مرة في الأسبوع نقدر نحماق، تقدر تساعدني؟ واش الماكلة؟ لا توليت تولي ناس من تجي سويعات صاحبي، تعرف كيفاش تستر عليا القضية. قولها صاحبي خلعتيني قولها. حتى قبل ما نجيو اتفقت مع المحل واحد الساعة باش غادي نتلاقاو. لا غير تهنا من هذيك الناحية، اخوك مجرب ما كايناش شي قشلة اللي ما فيهاش شي تبعة ديال السبيت. انما انا عندي واحد المشكل ما كرهتش زعما نقول لك، انا شوية ضعيف في هذيك الدروس النظرية زعما ما كرهتكش تعاونني. لا لا يسكع لا 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 عندك غير غادي تحصل غادي تحصل، ماشي في صالحك. شوف راه عندك امتحان يوعس المرأة ويوعس. ولا انا غنخدم بوحدي غنعول على راسي مع الامتحان غادي ندوز وحدي. ما نقول شي واحد ناكلوا الحلوى خوت. عرفتيني انا اللي مكلف بالبحث في الماضي ديال الطلبه باش يمكن المسؤولين يحددوا لهم مستقبلهم. طلبه كاع اللي دازوا في هذه المؤسسه عقل عليهم واحد بواحد. الحاله ديالك انت بالذات درست بزاف وتمعنتش اكثر من الاخرين. خدمتي عقلك بلا قياس باش تعمر ملي فات. بعض المرات كنت كنقرا شنو كاتب وكنت كنضحك من الاول بالي ملي ديال كامل والمعلومات كلها اللي فيها ما هي صحيحه. منين جيتي انت ما كان صعب يتاكد بان الوثائق والشواهد اللي قدمتي كلهم مزورين. هاد الغش اللي غشيتي ممكن يسبب لك الطرد من المدرسه ومن الخدمه العسكريه بصفه نهائيه. المهم شنو مطلوب مني؟ كتفهم بسرعة هو هادشي اللي كيعجبني فيك. هكدا نروحو شوية ديال الوقت، محتاج لبعض المعلومات عن طلبة صحابة المؤسسة. يمكن نرفض هادشي؟ ما كنظنش. العام كله وانا خدام بحال الحمق ضعفي كاين وانا حاسس به. شنو باقي لي نتعلم مقطم وشنو اللي تعلمته؟ خايف تسقط. وشنو باغي مني؟ مواضيع امتحانات. حتى شي حاجه اللي بعيده مني وواحد يدخل فيها. كتعرف الا طردوني انت اللي غادي تخسر المعلومات اللي كنجيب لك حتى شي واحد ما يمكن يجيبها. هاد الافكار اللي حدا بالك اللي حتى شي تعطيك المعلومات عارف اللي غادي نلقاها. خايف تسقط كتفهم؟ ما عندي باش نفعك.
كنظن ان المدير غادي يسمع لي بوضه اخرى. المعلومات اللي كتوصل ليك والمعلومات اللي كتوصل ليه والاتصال السري ديال واحد خمسه او سته ديال الطلبه اللي ما كتوفرشهم في الشروط كل سنه. الاتصال السري ديالك بوالديهم اقتراح عليهم انهم يتفاهموا معك مقابل انك تغمض عينيك. تعاوني. ويمكن يرفض؟ لا ما كنظنش. حارة ماريشال سيم يترأس تخرج فوج ضباط من الأكاديمية العسكرية. كاين شي حاجة مهمة في هاد الفوج هذا ولا ما كاين والو؟ كاين شي أسماء بعينة؟ هادو المحبين والمعجبين بشخصيتي. لا 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 هادو ولا دوك. هذه كلها محاولات الغرض منها هو يوجههم انتباه لنفسهم. واللي عنده شي راي حقيقي ما محتاج حتى يغوت باش يسمعوا الناس الاخرين. هادو اللي ناقصهم هو الصدق، يعملوا اللي عملوه عمرهم ما يقدروا يخدعوني. هادو السكيريه اللي كيشربوا بزاف ومعاهم حتى اللي ما كيشربوش بالمره. لا 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 هادو ولدوك، انا ما كنحبش المتطرفين زهاد كانوا او حتى اللي غارقين في اللذات. هادو عندهم مشاكل شخصيه، كيفاش يمكن يكونوا اوفياء وهما عندهم مشاكل مع نفوسهم؟ انا اللي ما طعنيش طاع بيا ما دي ما ندير بي. هادو المؤمنين ومعاهم حتى الملحدين. لا 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 هادو ولادو كل الاولين ما مامنين، ما عارفينش بلي انا الوحيد اللي يمكن نحقق لهم رغباتهم، والثانيين ما مامنين شي بيا. هادو حالات غريبة. عجيب 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 عجيب. قول لهم شنو هو التخصص ديالك؟ مخابرات ماريشاليسين. مخابرات عجيب 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 عجيب. مخابرات عجيب. اوه يهو، شويه من بعد هذا الامر باش نلتحق بليتا مخور. ولدي كنهنيك، سير فريقك وغادي بلاش تمشي بعيد. فهاد المدة اللي خديتي معانا كنت مراقبك، طموحك ما عنده حدود. خفت عليك، طمع الى فهاد القياس ممكن يسبب في قطع الراس. كنتمنى اننا نكسبو صديق جديد في القسم الجمهوري. كيف كنتمنى اننا نحافظو على صديقنا في الأكاديمية العسكرية؟ فليتا ماخور عينوني نائب رئيس مصلحة الدراسات السياسية. أرجل دلع عندكم شي تليفون، أرجل عندكم شي مرتبط شي تليفون، أدري اللي مش هي أرجل شي مرتبط ديال كان هارسن سلمي دريا. قولك شنو هي النمرة ديال التليفون ديال غونزاليس الميكانيسيان؟ 87 زيد 15 زيد 41 زيد 05. هلو هلو هيا 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 وقعنا 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 هيا هبطرة اشو شو كيف طلبي هيا وجدها مع الوحدة المدام عندي، مع المدام باغا تخرج تضرب شي دورة تشري شي أغراض. لا نعرف مع الوحدة تكون واجدة. شوف راه 12 ونص توجد دورميها كاملة، 12 ونص تعيط ليا في هذه النمرة. يلا بلاتي بلاتي شحال نمرتك؟ 85 85 57 57
07 18 على 6 صافي 6 نتكلم مع الكوموندون غارسيا. شكون الكوموندون غارسيا؟ الكوموندون غارسيا ديال لي تاماخو. لا ما كنعرفتش حد بهذا الاسم، وثاني هذه ماشي ساعه كيعيطوا فيها الناس. الله يخليك دوزي الكوموندون غارسيا ديال لي تاماخو من الطوموبيل الزرقاء اللي عندك دابا في الدار. اش هاد السلام؟ قلت لك ما كنعرفتش حد بهذا الاسم، وثاني ما عندكش الحق تهضر معايا، ولا عرفك اش هضرتي معاه غادي يخبرك بلا الدنيا. المساله راه ضروريه ومستعجله وخطيره، وخصني نتكلم مع الكوموندون غارسيا دوزو. الله يخليك الله يخليك لنا، خصني نتكلم. ما تقطعش. شكرا. الو الو مون كوموندون. بسم الله الرحمن الرحيم. كوموندون هذا انت؟ شوف ولدي راني خدام. مون كوموندون راني مامساني شاي راني عندي اجتماع سوقي. الله يكون في العون. راني مكرفس. شوف ياكلم ياكلم هذيك المره اللي انت معاها مول الفيلا فين انت كاين راه جاي لدارو دابا. مالك مالك قول لي ودي قول لي اشنا هو المعمول؟ اشنا المعمول هو تخرج دابا قبل ما يجي لي. الو طيب الحال ما نشنا بي باش تقول لي راه غادي تصدق بالراجل في بقاي رد البال لمراته ملي يكون ضيع في الزناقي. لا لا هذاك السي الكوماندار كنت قادر نحسب ليه العلاقات ديالو وحده بوحده. العيالات رجالنا ما كيخرج، نقدر نحسب ليه
السنان ديال الاخر فلان مقدر مثلا الله يستر نقول ليه شحال خسر على العمليه ديال الاجهاض الخلل اللي دار بنتو الكبيره حتى قولي داوي تا البارح باش عرفتي بلي السكيت كان جاي لدار سير كوماندار باش يبعدني عليه عيني ممثل الجيش لدى السفارات الاجنبيه بديت كنتلاقى مع الغابه ديال الدبلوماسيين شويه شويه بديت كندخل الناس ديال القاع والباع الناس ديال الاليبا كما تيقولوا من بعد تعرفت على جنرالات اللي عاونوا الماريشاليسيين في القديم تحت الحكم بعد شويه دخلت واحد المجموعه صغيره ديال الضباط مهما شبان عبد الله بسم الله مهما شياك تاو جابوا في الياه مرصدين محفظين داخلين سوق راسهم الغرض يقضيهم بوجهها مرفوع ملي دخلت وسط منهم قبلوني عطابوني واحد منهم ديك الساعة بديت كندير خدمتي ولكن ما كان سهل انني برافو هادو اللي ظاهرين لك مسالمين هما الخطر هادو اللي ظاهرين لك تافهين هما اللي تخاف منهم هادو اللي اليوم ضاحكين في وجهك هما اللي غدا يمكن يقتلوك وبلا ما يتخلاو على لطافتهم وهدوءهم هادو هما الورات الحقيقيين اللي يمكن يورثوني هما اللي كيشبهوا ليك برافو عينتك رئيس امن الجمهوريه اللي كنقبل منك غلاد عثمان اكثر من لازم وهذه من علامات الإهمال ولكن ما نتفك منه حتى نشوف واقف وظهر موالي للحيط في البلازا بوليغون مؤهلاتك على مبادئية أكثر من مؤهلاته إذن أنت أخطر منه وقت ما شفتك كتفكرني بأيامي واللي كنت مازال شاب ما كانش خصني نعينك في هذا المصير شكون اللي قال تولي طمع في المنصب ديالي وتوصل ليه شي نهار شكون عرف ولكن معاك نتا حاسس بلي نقدر نرتاح شي شويه ما غاديش لا يمكن تفهم ولكني مستعد نغامر هاد المغامره مقابل ساعه ولا ساعتين ديال النعاس في الليله تولي عندك القوه اللي تخوفك نتا الاول الشمس الا ظهرتي نتا تخبر الهمام الناس وكثرت ما صغاروا وتقزموا ما غتبقاش تقدر تشوفهم ولا تحس بهم السلطه كتعمي جميع الرغبات تقدر تحققها ولو تكون حمقى مجنونه تقدر تحققها العيالات اللي تمعت فيها عينيك تقول لك نعم حتى الشابات الصغار اللي منعت عليك انما واحد نصيحه وياك تخلي عاطفتك تغلب عليك إلا غلبت عليك عاطفتك معناه أنك عرضتي نفسك للخطر خذ وقتك وفكر كنحس بشوية ديال الرعب ديال العيا بغيت نرتاح واحد شوية القرار اللي عندي كتقول بلي هذه اول مره في حياتك كتطلب تاخذ فيها عطله الا بديتي كتشعر بحال هكا معناها انك وليتي انسان عادي انسان طبيعي انسان عنده قوته وضعفه ويمكن نرتاح من جهتك انما انا باش نفوز بخمسه ولا عشره دقائق من النعاس في الليله لازم نكون تايق بلي السيد اللي حاضني قلبه قصح من الحجر واخلاصه قصح من قلبه سير خذ العطلة ديالك تمتع مع راسك إنما شي نهار في هاد العطلة لا أصبحتي نيت معناها أنني بدلت فك النظارة
الغد لين خرجت ركبت في الطوموبيله وخرجت جوي هذيك 12 ديال النهار الدنيا خارج القصر الجمهوري واسعه وعريضه عالم بلا حدود عرضت ذاتي وجهي لبرد البحر الناس خارج الصور عايشه ما جابي اخبار شنو طاري الجهه الاخرى الناس مهم هلا زواق لا نفاق لا عالم سجل التاريخ لا بكيدات نسجات خيطة وسط ظلام ناس عايشة تاكل تشرب تحيا تموت تحب تكرر ناس عايشة تشمش كتر ملي كنقرا
بزاف. اجي معنا. ماشي ديال بودي هذا. ما قلنا والو. ما قلنا تعرف. شنو هذا المسرح؟ المسرح هو مرآة تعكس الواقع بشكل فني. المسرح هو عالم للخلق. للإبداع. وناس دنيا المسرح المسرح هو المسرح المسرح هو واحد بلاصة كيعاودوا فيها القصص. قصص 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 على الحياة، على الحب، علينا احنا مثلا، والجمهور كيخلصوا باش يجيو يتفرجوا فيهم. على على هادشي مخلص. معلوم. علاش الجمهور ما يمشيش يشوف الواقع مباشره بلا ما يخلص؟ ماشي بحال بحال. والدليل هما هنا. بدون مقابل، يعني بلا ما يكون هناك
شي رباح باغا توصل لي ولا شي مصلحه ولا شي مرا كتبغيني لمجرد انني نبدلها نفس الشعور. ملي اكتشفت الحقيقه خفت شويه. فوتو فوتو ها فوتو فوتو كتبغيني 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 ولا ما كتبغينيش كنت عارفه عارفه وحاسه بلي غادي يجي شي مرسول غريب امي شافيني نكمل كلام وحتى نجمع النوضه ونسيت غنشوفك شي مره ولا عمري ما غنشوفك ما تشوفينيش علاش انا العالم ما يمكنش تفهميه انت ما تسلحش باش تدخلي لي ولا تخرجي لي عقلك نسير العطلة ديالك اه دازت تعادي شويه نقولوا كي جاتك جميله يعني يا عطلة خلاص عليا من الهضره الخاويه يمكن تكذب على الناس كلهم الا لا انا هاد المده كنت مراقب واش نقول علاش حماق نخلي السيد اللي عينتو رئيس امر الجمهوريه الى وسط الزحام غتكون ناقص عقل الا فكرتيني نفكر بحال هكذا ايوا اشنو قلتي موافق على بونو شافو انت انا فرحان هذاك المكسب اللي جنب المكتب ديالي هذاك بغيتو يخوف اقرب فرصه سير شوف لك ثلاثه ولا اربعه من الاعوان ديالي من الرجال ديالي وسيروا لقيو القبض على المسؤول اللي غادي تاخذ محله بلا ما تجيبوا لعندي بالأمس شب حريق مهول في أحد الفنادق شمال العاصمة وباش لا يا أمور وتصدر الإشارة إلى أنه توفي صاحب المحل داخل الحريق مع أربعة من أعواني على أنه لم يكن هناك نزل بالفندق
ما عندناش شي معاد اخر ديال الهندسه؟ لا هذا هو الوحيد. هادو كاع الطالبات اللي فيه؟ نعم جميع الطالبات ومعاهم حتى الصور ديالهم. الى سمحتوا خبرتوني على موضوع التحريات يمكن نسهل عليكم الماموريه. دقه مهمه اللي كتعليها مساله كتعلق بامن الدوله. وليت بحال صحت الليل ما كنشوف غير في الظلام خلاص الله ناس ولا حساس كيف كطيح الليل كندخل المكتب ديالي وكنسد عليا وكنبدا داير خدمتي بحال شي حيوان باش يخرج من الغار داير خدمتي هذه مجموعه ديال الضباط متحدين متفاهمين بلا قياس ماشي بعيد يكونوا كيدبروا شي انقلاب بحال ونعطي التقاعد النسبي بغاو نكرهو هادو مغامضين خصني ندبر شي انقلاب مزيف باش يخرجوا على الصمت ديالهم اللي بان فيه الضغط صوت عليه هذه مجموعه ديال الناس مفروض عليهم اقامه اجباريه احسن تنفاو الخارج هادو معارضين بغاو تنفاو الخارج خصني نشوف اش ندير معاهم هادو غامضين خصني نفرض عليهم اقامه اجباريه تحيط في غضب الشعب لكن ما نصنع من طوار متمردين وعادي النظام ولا المصير ديال البشر بحال الخيط بين صباحي من نهار عينتك في هذا المنصيب ولا كل نهار كل ضحية جديدة كيخليني نربح واحد الخمسة ولا عشرة دقايق ديال النعاس في الليلة أنا كنهنيك صارت مع راسي حتى عيت ولكن نهار قررت عولت وليت رد بالي كاتب سري الجن اللي كان يطرش عليه الليالي اللي صارت تحسب بالألف خطيت لي خطون خطون عاود ألف ألف مرة الأعداد ديال الراس اللي مشغول ليهم نهار ديك الساعة خديت جوج ديال السوزوفيسيي اللي باعوا لي الروح ديالي سيقتو يقلبوا على صاحبي ملي جمعت أنا ويا الآلاف من الورقة ديال الطابة التحرية تدار ست شهور ملي لقيتو قال لي أش بغيتيني أش بغيتيني أش بغيتيني قلت لي بغيتك بغيتك شي حاجة اللي يمكن يطلعوا فيها ريوسنا بجوج ديك الساعة قال لي مشات كنتسناك وقت ما دخلت الفراش في اخر الليل كنتمنى نشوفك داخل بسلاحك في يديك وفي الاخر في الاخر انت جيتي انا فرحان غنتهنى من العذاب كتشم هاد الروائح الفاسده اللي خارجه من ذاتي لا ماشي حيت خايف هادي ريحه العذاب المحنة اللي ما بعدها محنة كل ليلة دوزتها في هذا المحل عانيت فيها ما عانيت مطول الصهير والعيا وداتي التقال وغير ندخل شي بيت وانا طامع شوية بالراحة كيفيق الوحش اللي كيشعل النار بين ضلوعي ما كنعس ما كنرتاح حتى يصبح الصباح انا دابا بديت كنشعر بالالم بالعيا لا ما ناش مريض بالسرطان المرض اللي كان عاني منه هو السلطة كنت مراقب تحركاتك وسكناتك التخطيط اللي كنتي كتخطط والتهيئ اللي كنتي كتهيئ حتى حاجة ما كانت خافية عليا بالحق كنتي تقيل تعطلتي شوية المهم الشي اللي بغيتيه وصلتي ليه ما عندي ما نسالك غير هاد المهم هاد المرة ما تحط رجليك حتى تعرف فين قبل ما تقتلني واش
واش عندك شي سؤال؟ عندي سؤال واحد. عرفته قبل ما تقول. شنو هو؟ باغي تعرف واش السيده اللي كانت معاك في لوبيرج من العملاء ديالي ولا لا؟ وزيد تري فور ماشي ياسين. دابا تاكدت وصلاتك العدوى؟ المرض ديالي دوزتو ليك؟ نقول لك لا، نقول لك ايه، الشك سكن لك في العقل وعمرك ما تقدر تعرف هذيك المخلوقه. واش كانت كتبغيك بالمعقول ولا كانت غير كتنفذ الاوامر؟ بقيتي فيا ساير في نفس الطريق اللي مشيت فيه، لازم تذوق حر العذاب. غادي نقول لك النتيجه علاش وصلتي. حياه كلبه وبنت الكلب، من نهار نتزادو حتى النهار نموتو حنا في العذاب. طلع النفس ولا هبطها، ما غاتشم سوى ريحه طابه، هذيك الريحه اللي كتقلع على الخاطر واللي عمرك ما تقدر تفك منها. نعطي الامر باش يتنشر. كيف هو ولا حتى تغير فيه شي حاجه؟ شنو هذا؟ البلاغ الرسمي. لاش البلاغ الوضوح ماشي مهم هنا، الغرض شي اخر. شنو البلاغ؟ البلاغ اللي خصنا نشوفوا في الجرائد ونديعوا في الراديو والتلفزيون. لاش الوضوح ماشي مهم هنا، الغرض شي اخر. اش الغرض؟ تعطي وعود الناس، تحسوا بالامان، تامنوا بالوعود على حسب شنو بغيتو نتوما. اش من صاغه نعطيو السلع سيتكم على الحكم. باغي تقول بهاد الهضره؟ لان ما يمكنش نقولوا للناس هذا انقلاب. ضروري تكون شي صيغه نبرو بها الشيء اللي عملتو وفي نفس الوقت ترسخ في دماغ الشعب. الهضره هذه كلها ما فكرتش فيها. انا فكرت فيها ماشي كنسيت انا خليها راسي. عارف واش كان؟ لا ما عرفش ولكن تجربه على المكتب. تجربه شي حركه ماشي عادي. حركه فهمت شنو واقع؟ فهمت الموقف، ما خصناش نضيعوا الوقت. شكون انت؟ انا الكاتب العام ديال سيادة الرئيس، يعني ديال سيادتكم. أنا ماشي رئيس وما عرفش الكاتب العام. عشرين عام أنا في هاد المنصب، 13 مرة شالي السم دازوق منكم وكنت أنا الكاتب العام ديالهم. ولا بدا في هاد المواقف يكون شي إنسان اللي عنده تجربة ودراية بتسيير شؤون الدولة. أحسن ليا شطر هاد الخربة كلها من الفيرة اللي فيها، منين خرجتي منين؟ شنو رأيك في جملة بحال الإصلاح الثوري؟ شنو هذا الإصلاح الثوري؟ معناها أنك تغير كل شيء وفي نفس الوقت ما تغير حتى حاجة. D'accordo. Je vais aller chez le travail. Vas-y, c'est parti. Allez.
فطيبوا لأنك اللي في هذه الصورة ومش قد تفتح تسمع تتحرك همش قد تفتح يلا صاحبي عينته رئيس الوزراء هذا اللي خطر تفضل الجنرال الدولي استرد شحال محاولة ديال الانقلاب بهالطريقة محمد سجون خاونا المتمردين وما يقدرون بيت فرحان فرحان شوية من بعد ذا النعاس يا ربع العينية وليت كرتيه في الجردة بها من شعر اخلاق بيدي ربي يفتصر وليت بحال الجرام كلمة من هنا كلمة من هنا من الاخر كتب القيل والقال تهموا على انني مريض شي مرض لنا عبد الجبار مرض خبيث واحد النهار معلمة بيا غادي في الطوموبيل احتضنتها لك تبدل شي هون وقف 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 ديك الساعة عطيت الامر الشاب ديال الحرس قلت له يمشي حيد واحد لافيش مع القاتل واحد السينما ويجينا هيا تحرك حرك السير قعد من هنا غير هنا جبتها علقتها في المكتب وليت بلا ما نشعر كان فيق الصباح كنلقى راسي جالس وكنصبح على وجه وابتسامة زينة كتسناوني في المكتب بديت كنرتاح شوية وبدا تلقى مرة مرة كتفارقني بديت كنعس شوية وبديت كن إيه هذا ارتاح تاني هذا غفار كنعاود نأكد ليك أنك ما غاديش تشرب وتدخل بلانتا بوليغون أخصى ما يمكن يسيبك واحد لبوطي في هذاك القاع عندك جاي ديما تجلس واحد خمس أيام ولا ست أيام أنا راني شاب عارف 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 تعبر هي جوج سكيل انا شربتي جوج قاعد الويسكي ما تجبدوك في قدامي هاك الويسكي عندك بحال الحلاسه جبد هذوك النظاظر شوف شنو مكتوب تحت عندي تحرك كنظن هذا اسم الرسام اللي اسمه موسى الرسام اسمه موسى وينك السيفان 10 على 10 قلعتيه وذلك خلينا يكون عندي هنا في قربت ولكن اسمح لي هاد الفيلم مرأة أجنبي طبعا الحال الرسام اللي سمى موسق أجنبي سبحان الله كنظن ما يمكنش نجيبه هنا بزز منه وشكون اللي قال لك بز منه يا البغل؟ شكون اللي قال لك؟ شكون اللي قال لك بز منه؟ انت اللي غتمشي عنده انت ومعاك عرفت بديت سميتي كيف غادي تلقاه غادي تخليه هو يهبط من البغل وبالدولار غاتفاهم معاه غادي تسبق لي النص وما تجي الا بي كتسمع ولا هذوك الشعافه ديال الكم ما نزيد بيه الكم ما يلقاوش عاجبيني ضرك مات تفو البيروات ديال الديكتاتورات كلهم بحال 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 شنو مطلوب مني؟ هذا الملصق هذا واش يمكن نعمل انا الملصق؟ هذاك الشيء علاش انا كنقول عنوان الفيلم ماشي غريب عليا الهواية جمع الافلام والملصقات القديمة غريبة
هذا الرسم بنتي على شي موديل؟ لا ما تكونش شفتي شي مراه حطيتي وجهها بلا ما تشعر بنتي ترسم؟ لا لا هاد النوع ديال الملصقات كيف كتسميهم مهمتهم هي يخليو الناس بالبساطة يحلموا ويدفعوا الفلوس باش يشوفوا الفيلم. ما عندناش الحق نرسمو الا الوجوه اللي كتحلم بها اغلبية الناس. ايه العيالات اللي صوروا هاد اليدين ما كاين غير الغزالة راختها، ولكن العيالات اللي عاشرت ما كاين غير عديو على قد الحال. المهم بغيتك ترسم لي واحد الصورة بحال هذيك غادي نوريك ال سبحان الله السي. بغيتك ترسم لي واحد الصورة بحال هذيك مع شي تعديلات غادي نوريهم لك من بعد. هادشي علاش عطيني هاد الحصيصة كاملة؟ أكون عطيتيني غير النص كون عملت عليه. علاش بدني خدمتك غادي ندبر لك الثمن على جوج. عرفتي وتنفذ هاد الوعد اللي قلتي لي أنت دابا أنا راني نقدر نقطع الشراب. خدم هاد الايام والنتيجه كانت احسن ما كنت كنتوقع. ديك الساعه عطيت الامر باش تطلع الالاف من هاد النسخه. مسؤولين عن المخابرات، محاربه التجسس، فرق محاربه الشغب، فرق تدخل سريع اصحاب الكوموندو، فرق انتحاريه وميليشيات مضاده الحرب العصابات. الصورات وزعوهم على الاعوان ديالكم. بغيتكم تلقاوهم ليا هاد المرا اقرب وقت. لا نوصيكم على السريه التامه. ممكن نتكلم معاك واحد دقيقة ولا زوج؟ شكون انت؟ انا رئيس المخابرات. تكلم. في نظري هادشي اللي كنديرو كله ما غيوصلنا حتى لشي نتيجة. عارف عمرك هلا؟ 28 عام. ماراكش ناس غير هاد المهمة هادي شكيتي كذاك خينا ديال رئيس أمن الدولة؟ الوليد ديالي. بارك الله فيك. هذا خطا ما كنسكتش عليه في الخارج. بارك الله. ما قريتيش حتى في الاكاديميه؟ لا. هذا علاش وجهك ما كيقول لي والو؟ هذا خطا ثاني ما كنسكتش عليه ولدي، تكلم. في نظري هادشي اللي كنديروه ما عمرو غادي يوصلنا لهذيك السيده. شي اقتراح علينا السي العقاري؟ حتى ما راه كلها ما عندها لاش. زوج ديال الرجال ولا ثلاثة يبداو من البداية بإشارة صغيرة ولا معلومة تافهة يبداو منها ويتقدموا في البحث خطوة بخطوة حتى يوصلوا للمعنية بالأمر. ما كاينة لا معلومة ولا إشارة. الإشارات والمعلومات ديما كاينين غير اللي ما بغيناش. باقي صغيرة ولا سيد كريح في الودنين كيما في ولا واش عرفتيش كتسناك؟ عارف. إلا كان ممكن تحكيوا لي قصة هاد المرة يمكن نوصل لبعض الاستنتاجات. فرضوا تحكي لي ها؟ فرضوا توصلتي شي استنتاج اللي أنا ما توصلتش ليه؟
بحال مرفيتيها كاع. الحالة غتلقى راسك متعرض واحد السيف اللي ملي كيدخل الى بلازا بوليغون. الحل الثاني يعني ما توصلتيش غادي تلقى راسك السيف العسكري. السيف العسكري ديال بصح ما عنديش معلومه اخرى. النقطة الأولى بالنسبة لنا هي نشوفوا واش كانت من العملاء ديال الديكتاتور ولا لا. نفرضوا بالصح نيت كانت كدرس الهندسة. تهمني راسك، معايا الهندسة كلهم فريق. ماشي حنا بوحدنا اللي عندنا الجامعات. كانت كتشتغل على غودي. وغودي مهندس إسباني. بقينا نقلبوا في الدولة اللي كانت مستعمرة. تقول زعما في الخارج. هذا أول احتمال. نجرب. معلومة تكون لي عندك، أخذ التليفون السيارة وعندك الإخصاط اتصل تكون عندك، كتسمع؟ الدري يخبر غبرة واحدة، أربع شهور، ما عرفتو ميت ولا حي، ما حد الوقت يدوز ولكن تجي تتعصب. عالسلامة ولدي، لقيتي لي كنقول هاد خينا، مقصر في جزيرة ما بغيت عند مخرف ولا شتا، وسط بنيات لابسين غير الورد. مقصر مع رسول الله القلب لقيتها دخلتي راسك في الصداع وما حدك زيد وانت كتخرقها مسحتيني وقت التحريه وزدتي خرجها خليتني ما عرفتش نصبق ولا شنو نوخر ولا شنو نزمر ها المحلالي من بعدها بحال الشك والعداد ديال الراس اليوم اللي بعد خطا يتصل ها وجاي دابا كتقول لي لقيتها واش كتعرف شحال من مره دازت قدامي يتحسبوا بالعالم وكلهم كيقولوا لي هذه المره راه شنقلب كتعرف شنو كيتسناك؟ المرأة اللي لقيت عندها نفس الاسم الأجنبي متخصصة في الهندسة وعملت أطروحة على الجودي ومن بعد قررت تكمل الأبحاث ديالها على هذا المهندس العبقري شنو متأكد ولا كتخربز؟ هي وعندي الدليل شنو هو؟ طلعت البيتاب لما تصيغت أخبار بعملية تفتيش صغيرة لقيت فيها لاكارت فيزيت ديال لوبيرش بلايا أموري شفتيها؟ في وسط النهار حياة عادية المحاضرات حتى وحدة ما كتفوتها خدمة في المكتبة على الجه سكنة بيت صغير في الحي الجامعي ميترو الطوبيس مشي الطوبيس وميترو في الرجوع واللي احتاجتها كتسلم من السوبر مارشي قريب حداها ومن بعد كتغرق في كتبتها وعينيها على ماكلتها اللي كطيب حداها كيف ما تأكدت على أنها ما كانتش من العملاء ديال الديكتاتور قراية قراية اش غدير بالقراية يا خيتي اش غدير والله إلا تقولها غير مرات هي رئيسة ديال الدورة بوحدها اسبوع وانا تابعها والو بوحدها الاصدقاء بطبيعه الحال كاينين ولكن حتى شي واحد ما كيبات عندها عارفين ما كانتش هاد المعلومات صحيح على كل حال نتوما اللي غتحسموا في الامر علاش نتوما اللي غتقولوا لي واش هي ولا ماشي هي هادو صور خدتهم ليها بالتيلي اوبجيكتيف بغيت الطيارات والمغرب المغرب بالطيارات خصهم يتصرفوا
اسمع خصهم يتصالحوا يتحققوا على وقت واحد زعما الفوضى بوك انت انت يا انتوا يطيروا ها يطيروا ويرجعوا على الضغط ما هو ما صار وبيدات يرجعوا على الضغط كل شيء يرجعوا عليه هاد الناس اللي كتخسر مني يرجعوا عليهم الطياره يرجعوا عليهم اللي كتخسر مني حاجه ما تقدرش تهمها يا فرح تكيلا 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 يا سوف 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 تكيلا عروان اللي داش عندها معطل الوردة وقضية أخرى مهمة كل ساعة عمومية بغي تكون تكون مجموعة مسيحية ديال الرفاعة سمعتي الناس خاصها تبقى تشطح تدح تشطح تدح يمكن لي انجلس بقى عاقله على النهار فاش تلاقينا اش بقى عندي علاش شدينا باغيك تولي مراتي هذيك هي الحاجه اللي عمرك ما تفرح بها ولكن واحد النهار بغيتيني وكنت بعيد مني عطيني انت ما بقيتش حاب نشوف وجهك راكي غادا تكوني معزه ها مكرمه معمره القلوب وحتى كلمة فوق كلمتك ياك كنقسم ليك باش ما يتطلع لتنا بهاد البوسطه الى الصوره ديالك الشمس ما تطلع حتى تفيق انتيا
احلام الطفوله، احلام الطفوله تحققها كامله مكموله بالوحده بالوحده. كنقسم ليك باش غادي نزرع في كل دبشه ما هاد ديال الهندسه ياك نشيد ليك نبغي عمارات ديور في كل دشر في كل مدينه وفي كل دوار البنايه خدموا ليل ونهار ها ليل ونهار ما يتوقفوش ليل ونهار يبقاو يخدموا. كان يخفي عني شغلك لالا ادخل الصح هذا ادخل الصح اشد ما كان يدهشه هو كيف تستطيع فتاة فريعة للشباب ان تضحي بوقتها من اجل دراسات الهندسة ليش 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 ايش قد هندسي بهالهندسة ولالو الزهور التي يعرفها الصغير والكبير كان يجرى اسمها زهور لا اهمية له في نظر الخوار خواد الرقيب عيني طب تحس وجع الحرية أنا ناديته مرة زجاجة عطري نظر إليها ونطق ببلادة شكرا ولكن راه عندي وحدة أخرى عندي وحدة أخرى معلومة شنو كتبت عليك وشو دابا هذا هذا بلاد ما عندي فوق كافي ما تصطيب هذا لم يتعلم أبداً كيف يمزح ولا كيف يضحك عندما حكيت له النقطة لأول مرة بقي حائراً لا يدري كيف يتصرف ثم ما لبث في تشريح النقطة موضح أن تصرف الأحداث غير معقول لم يتقبل عقله أن يكون غياب المنطق بالضبط هو الذي يثير الضحك أنا قلت إني أضحك أنا كنضحك ها أنا كنضحك يا كم بغيتي غير نضحك ولا كنضحك
شوية تساءل كيف يمكن للإنسان أن يحتفظ بذكريات السنين الأولى من عمره؟ كنت أروي له بعض الأحداث الصغيرة التي طبعت طفولتي، فكان يستمع باندهاش بالغ وصادق. كان يجهل المكان الذي ولد فيه، يجهله حقيقة مثلما يجهل اسم أبيه وأمه. لحظة ضمني إلى صدره، أيقنت أنه يفعل هذا لأول مرة في حياته. حينما وجدنا نفسينا على السرير، أحسست بيده المرتعشة تنتقل على جسدي. خيل إلي أنه يختبر ويتحسس شيئا لم يعرفه من قبل. أثناء ممارستي للجنس، كان يغمض عينيه ويبدو محتشما لدرجة أنه لم يستصغ رؤيتي أتجول في الغرفة عاريا. اليوم بصره لا يكف عن مراقبتي، من مكتبة إلى مكتبة ومن وجهة متجر إلى أخرى، تطالعني الصورة على أولى صفحات الجرائد. لقد استولى على السلطة بالقوة. قصاصات وكالة الأخبار مبهمة ومتذبذبة، بعضها يتحدث عن ليلة دموية. عدد الضحايا الذين سقطوا فيها قد يحسب بالعشرات. ماضي الرجل مجهول تقريبا. لقد أدركت حينها معنى حبه وحسه الشديد على السرية في كل ما يفعله. لم أعد أشك أن نوبلتي التي كانت تدهشني مصدرها إحساس هائل بالقوة، لم يخطر ببالي أن تكون تلك القوة قوة الشر. وحش كاسر يصير رقم المسؤولين على تنفيذ الأعمال الدنيئة التي يأمر بتنفيذها وحش كاسر آخر يملأ الجمهور يترعبا، ثم يقرر هذا تنحية ذاك والاستيلاء على مكانه. ابتسامة الدكتاتور الجديد القاسية التي تلوح علي في كل صفحة جعلتني أدرك مدى سذاجتي. شكون اللي مسؤول عن أصعب السجون العسكرية؟ المتمردين والمعارضين السياسيين. علاش؟ غادي نطلقوا كل شيء. واش يمكن تقول لي شنو دار؟ المهم كنظن بلي جا الوقت باش نعرضوا على الشعب دستور، ها دستور ديال بصح، دستور يصوت عليه الشعب اغلبيه صاحبه. اش دار؟ هتخيلي معايا تاسيس دوله مبنيه على العدل والقانون تضاهي اعرق الدول في الديمقراطيه. اش دار لك؟ ها دابا غتكوني فخوره توقفي مع راجل بحالي؟ ها تكلمي، راني عمرت بالعفو العام، اعطيت الناس الحريه ديالهم. اش بغيتيني ندير؟ اش بغيتيني ندير؟ اش قولي وانا ندير؟ قولي اش بغيتي؟ بغيتيني نستقل؟ ها نتخلى على الحكم؟ اش بغيتي؟ ما امري كنتكلم معاه، كنتكلم معاه. اش بغيتيني؟
الخلايا كلهم كنت حاضي معاهم، كنت راضي بالي معاهم، كنقول ممكن يخونوني ويتمردوا ضدي، ولكن انت مزيان والله ما انت ولا شي منطقه اخر ما. على الاقل ما كنت انا عارف غادي تنزل على ذاك الوقت الحرام ديال البيع والشراي ديال الطابه الضريبه والوقت حتى شي كنطيح ما يفلت اعلان على استقالتك في التلفازه سهل علي الماموريه كل شي غادي يظنك عينتي خليفه محلك ما كانتش تخليك حي ولكن حتى واحد ما كيحملك كل شيء كيكرهك ولا ما قتلتكش ما قدرش نواجهه على كل حال انا طالب منك الا حاجه واحده شنو هي ما تاذيهاش كيما كان الحال ما كتحمل فيا الشعر تاعي ما يكون عندها حريه الاختيار بغات تبقى هنا تبقى بغات ترجع للبلاد اللي تكمل فيها دراستها ترجع
تعرف بالنفس اللي كان طلعونا بطب الزز هي نحن ديالنا في الحياة. أنا ما كان مجريش تألف متر مقادر لا غير كان ندخل ليه كنقول غادي نتحرق. كم ظل حتى تعانيتي بحالي من خلتي دواء مشي بحالي ضغط كمالتو من هنا الزمر النمكل مالنا بغيتيني كنقول ولا غيضرب الرصاص في هاد الصدر مش الدم اللي غادي يخرج القطران هو اللي غادي يخرج قطران ولكن انا عارف عارف امس اني يعني فخر طريق وكيف غادي تشوفني تجري لعندي الحب اللي هادي سنين هو مخنوق غادي يحيا غيكبر وغيولي يجدد من جديد وغنتيه انا وياها وسط شجر الغابه حتى ادمي ما بقى يقرب لينا كان امني شفتها جايه كتجري على باب جدها